بعد عام دراسي طويل ومرهق بدأت العطلة الصيفية التي طال انتظارها، وبالطبع الجو حار جدا. إذن ما رأيكم أن نجد مكانا مريحا في المنزل لنستمتع بمرح الصيف على كارتون نتورك بالعربية؟ هيا بنا، ستحضر شخصياتكم المفضلة المرح والمغامرة إلى أيامكم طوال الأسبوع مع ماراثونات مميزة. اجعلوا كارتون نتورك بالعربية عنوانكم هذا الصيف لتسلية لا تتوقف. مرح الصيف مع سي إن من الأحد إلى الخميس ابتداء من الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية.